كل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، عقب انتهاء مباراه نادي الزمالك وطلائع الجيش، معايا يعني واحد من اللعيبه المهمين جدا في نادي الزمالك سواء داخل او خارج الملعب، معايا جنش حارس مرمى نادي الزمالك. جنش واحد من اللعيبه المحبوبه جدا لدى كل اللعيبه، يعني جنش من الناس اللي يعني انا الصوره بتتكلم عن نفسها، يعني مؤمن زكريا يا اخويا طبعا، وربنا يشفيه، والناس كلها مستنياه، والناس كلها في ظهره، والناس كلها نفسها تشوف تاني مؤمن في الملعب، فان شاء الله ربنا يشفيه ويرجع لنا ان شاء الله احسن من الاول باذن الله ان شاء الله. انا عارف ان الناس كلها مجمعه نفسها، ان شاء الله بكره او بعده بالكتير هيكونوا عند مؤمن في البيت، بالتاكيد هتفرق كتير جدا مع مؤمن. اكيد طبعا هتفرق كتير، بس انا اتمنى الموضوع ما يكونش وقتي شويه، لان احنا برضو جاء علينا وقت شويه كنا بنتجمع والناس بتروح وناس بتتكلم، بعد كده الدنيا هادت تاني لغايه لما حصل موقف تاني، فالدنيا تبدا يعني زي ما قلت ترجع تاني. احنا عايزين الناس كلها دايما تبقى في ظهره، اي حد يبقى معاه، هو محتاجنا كلنا دلوقتي، وانا واحد من الناس يعني مؤمن اخويا يعني عشرة عمره، وانا سافرت معاه اخر سفريه ديت، فانا شفت يعني الدنيا كلها، فانا هو محتاجنا كلنا طبعا. طبعا انا شايفك يعني دموع في عينيك وموضوع صعب، وكلنا بالتاكيد اتاثرنا، بالذات بعد لما شفنا مؤمن بيطلع وهو في هذه الحاله، بالتاكيد بندعي له كلنا من كل قلبنا جنش. طبعا ربنا يشفيه، وانا زي ما قلت لك احنا كنا مستنيين ان شاء الله. طيب جنش، يعني بالتاكيد عوده مهمه جدا، رجعت اثبتت وجودك، جنش اتصاب وهو في عز مستواه في عز تالقه، ولكن لما بيرجع بالتاكيد بيكون البدايات مهمه، ومباراه زي النهارده بتعني لك الكثير يا جنش، وجايه طبعا محفوظ، يعني ببارك لك. لا اكيد الحمد لله، الواحد دايما بيجتهد وبيتعب، الحمد لله انا عندي قناعه تماما ان ربنا ما بيجيبش حاجه وحشه. الحمد لله انا اتعورت فتره، يعني كانت بالنسبه لي فتره كويسه جدا، ولكن عادي انا دلوقتي بدات تاني من الاول، والحمد لله ورجعت بدات اشارك بشكل تدريجي، وان شاء الله ربنا يكرم في اللي جاي ان شاء الله. جنش انا يعني عارف اللايفات بتاعتك انت ومؤمن كانت بتموت من الضحك، وفي مواقف ومواقف بقى لو قعدنا نتكلم عليها نتكلم عليها من هنا لبكره، فايه بقى موقف كده مع مؤمن زكريا عمرك ما تنساه؟ لا لا كل المواقف والله، يمكن انا الوحيد اللي ما جابش فيها جو ما جابش فيها جوان، فحتى لما بننزل بنلعب قصاد بعض فبيبقى في بيننا مناوشات في الملعب بسبب الموضوع دوت، فاتمنى ان شاء الله يرجع يجيب فيها جون عادي هسيبه. بشكرك يا جنش وشرفتنا، ويعني بنتمنى لك مزيد من التوفيق، واحد من اللعيبه المحترمه المحبوبه داخل وخارج الملعب، وليك دور كبير داخل الدريسنج روم وانا عارف ده كويس. ربنا يخليك، متشكر حبيبي، شكرا. اذا مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، ده كان لقائي مع جنش لاعب نادي الزمالك حارس مرمى الفريق الاول بنادي الزمالك، تعود الكلمه مره اخرى للزميل العزيز الكابتن تامر صقر.